ايه اللي عمل فيك كده؟ لا عادي مفيش حاجه. طب انا عايز اعرف حاجه، انا لما بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ مش يمكن عايزك في حاجه تهمك او تهم قضيتك؟ انا عايز اسالك على حاجه مهمه. خير؟ هو انتوا متاكدين ان الجثه اللي لقيتوها دي هي جثه بتاعت نور؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا هيثم بيه بعد اذنك جاوبني، انتوا متاكدين انها جثه نور؟ الجثه كانت متفحمه ومتشوهه، احنا اتعرفنا عليها عن طريق اللبس ومتعلقاتها، حاولنا ناخد عينه منها ونعمل تحليل دي ان ايه، بس البت مقطوعه من شجره ملهاش قرايب عشان نطبقوا بيهم. طب احنا ممكن نطبق العينه دي بايه؟ حاجات زي ايه تقصد؟ متعلقاتها مثلا، يعني لو في شويه شعر في مشط او لو في ضوافر مقصوصه قريب، بس ده هيستدعي ان احنا نخرج الجثه. ده لو لقيت الجثه. يعني ما انت ما تعرفش اللي حصل في المدافن. هو انت بتكلمني عن متغطي ليه؟ ما تخليك دغري معايا. انت شاكك ان الجثه دي مش جثه مراتك؟ انا اسف، انا بس مش مركز، مشتت مش اكتر. مشتت في ايه؟ وحضرتك تحب تفتح حساب بكام؟ والله ده بناء على الريت بتاعكم، وده يتحدد على المبلغ. نقول مثلا 2 مليون؟ فعلا ده هايل جدا. طيب عقبال ما حضرتك تظبطي لي الريت ممكن ادخل الحمام؟ طبعا اتفضل. هو فين؟ اخر الطرق شمال. شكرا.